باب بروكلين ده بيعتبر دلوقتي من اللاعبين اللي لهم سجل دولي كبير. 52 مباراة، 33 سنة، بيلعب في نادي اند هوفن. طب العرض جوه الجول، ياها كرة حلوة جميلة جميلة جميلة. دايما كلينزمان، كلينزمان زي الصح زي ما قلت لحضراتكم بيجيب الأهداف جميلة. يورجين كلينزمان بيجيب الهدف الأول لألمانيا بعد بضيع حوالي 6 دقايق. هنشوف الجول ده أكثر من مرة طبعا. كلينزمان بيجيب الهدف الأول لألمانيا بعد بضيع حوالي 6 دقايق، هنشوفها مع بعض. أهي عمل على طول. بوشوال هيفوت من وينتر، لعب على طول، بيقابلها على طول جوه الجول. تقدم المانيا الغربيه بعد 6 دقايق اهو. كلينزمان في دقيقه 50 يعني بعد 5 دقايق. بيفو